رمضان في بيت النبوة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان إذا أوقفه محتاج أعانه تارة بطعامه وتارة بالهدية، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها وبأضعافها، تلطفاً وتنوعاً في أنواع الصدقة والإحسان، ويأمر بالصدقة ويحض عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس وأكرم الناس، ولكن أعلى مراتب جوده كانت في رمضان، وكان جوده شاملاً لجميع أنواع الكرم من بذل العلم والمال وبذل النفس لله تعالى في إظهار الدين وهداية العباد وإيصال النفع إليهم بكل طريق وسبيل، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في الطاعات ويزيد من الخيرات في شهر رمضان المبارك. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته وشفقته عليهم ومحبة الخير لهم أنه وجههم إلى كل ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، فاجتهدوا في العبادة أحباب الصغار. وإلى اللقاء يا أصدقائي.